بسم الله. سؤال جديد من أسئلة البيم: Systematic arrangement of headings and subheadings of a construction work which element؟ أنهي حاجة من دول اللي بتوصف تنظيم العناصر؟ بتحس إن يبقى فيه عنصر معين وتحتيه عنصر تاني وعنصر فرعي وهكذا، تمام؟ يعني عندنا الأبواب، بعد كده أبواب فردية أو أبواب مزدوجة ومواصفات بتاعتهم. طيب الحاجات دي classification، ليفل اوف انفورميشن، ليفل اوف ديتيل. طيب تعالى نستثني كده ليفل اوف ديتيل، ده بيوضح درجة التفاصيل. يعني بنعمل عنصر وبعد كده بيبقى العنصر ده مجرد طول في عرض وخلاص، وبعد كده بنحط في المرحلة بعد كده بنحط مواصفات أعلى وبعد كده مواصفات أعلى. ده ليفل اوف ديتيل لحد ما نوصل إن احنا نعمل حاجة هي دي اللي هتتنفذ فعلا. طيب يبقى مش هي ديت. ليفل اوف انفورميشن كمية المعلومات، تمام؟ يعني أول مرة مثلا بقول على العنصر دوت إن العنصر ده ده باب وسكت، بعد كده هقول الباب دوت فيه مثلا جزء زجاج عبارة عن كذا كذا. المرحلة بعد كده هحط انفورميشن أكتر، يعني دي بقى كمية المعلومات اللي بتتحط في كل مرحلة، تمام؟ يبقى هي كلاسيفيكيشن. كلاسيفيكيشن عبارة عن إيه؟ وثيقة بيبقى فيها كل العناصر، وكل عنصر بيبقى فيه عنصر أساسي وبعد كده عنصر فرعي وعنصر فرعي وهكذا لحد ما يبقى فيه أدق درجة من التفاصيل، وكل عناصر بتبقى موجودة كلاسيفيكيشن بالتفاصيل بتاعتها بالنظام بتاعتها، تمام؟ فهي دي اللي بتنظم العناصر بحيث إن أنا أي عنصر أعرف إن العنصر ده ينتمي لأنهي مجموعة والمجموعة دي تنتمي لأنهي مجموعة.